عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كيفاش. كيفاش اليوم تعرضنا فيها المشكلة صغيرة، مشكلة انك تحط برشا دي برودوي مع بعضهم فرد بلاصة في الفريجيدير، وقتها تنجم تتعرض للريحة الخايبة. المشكلة هذه عندنا لها الحل، عندنا لها الحل في كيفاش. تابعونا وتفكرونا. الحل اللي لقيناه لكم اليوم في كيفاش بالنسبة للريحة اللي تخرج من الفريجيدير، حل سهل ياسر وبسيط ياسر. الحل اللي يتمثل في انك لازمك تكون عندك كعبة قارس وشوية عود قرنفل. كعبة القارس تقصها بالشكل هذي، تاخذ شطر كعبة القارس تحطها هكا وتحاول باش تحط فيها عود القرنفل. بعد ما قصينا كعبة القارس وحطينا فيها القرنفل بالطريقة هذه، نحطوها لمدة 24 ساعة في الفريجيدير تشرب لنا ريحة الخايبة. وعنا للي يحب طريقة أخرى نجمو نستعملوها، نجمو نحطو الصودا في الفريجيدير زادة تشرب ريحة الخايبة. هذه طريقتنا كان في كيفاش كوجينا بالنسبة لليوم. تابعونا وتفكرونا. ملا سخانة 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 وما عنديش كليماتيزور، ما عنديش كليماتيزور. اليوم في كيفاش باش نصنعوا كليماتيزور. اي نعم، كليماتيزور اوبر ارخص لسوان. كليماتيزورنا ما يستحقش برشا مصروف، يستحق منا فونتيلاتور صغير، كاردونا، ماركر، كود بي في سي، وكيتر، وزوز لوحات باش نكاليو بها. فوالا. ما ننساوش اللي لازمنا حاجه تبرد، لازمنا زوز بيبس مثلجي. فوالا، نجيو نحطو الكرزونه بالطريقه هذه، ونحاولوا باش نحطو الفنتيلاتور بالطريقه هذه باش نعرف وين باش نحطو الفنتيلاتور بتاعنا. نحاولو باش نرشمو من الفوق، ونجيبو القدامي بتاع الفنتيلاتور نحطوه، ونرشمو البلاصة اللي باش نقصوها. نجيبوا الكتاب، بعد ما كملنا قصينا بلاصة الفنتيلاتور باش نحاولوا توا نقصوا بلاصة البي في سي. كالعادة نرشمو بالماركر، بعد ما كملنا قصينا الزوز بلايس بالطريقة هذه، نجي ونحاول نحطو ساشيه في وسط الكرذونة على الماء باش ما يخرج لناش.
بعد ما كملنا قاسينا الكرزونة من جهتين نحاولوا باش نلصقوا الفونتيلاتور والكود بي في سي بسكوتش وإلا بالسيليكون. بعد ما كملنا فيكسينا الفونتيلاتور من هنا والكود بي في سي من هنا وحطينا الساشي من داخل باش ما يخرجش الماء، نستحقوا كان زوز باب زمام ثلجين نحطوهم بالطريقة هذه في وسط الكرزونة ونسكروا الكرزونة بسكوتش وما نخليوش الهواء يتعدى من البلايس هذم. بعد ما خدمنا الكليماتيزور اللي صنعناه بيدينا اليوم النجم نتمتعوا بالبرود وبالقيلولة. هذه كانت فكرتنا لكم في كيفاش بريكولاج، جربوا وتفكرونا. مرحبا بكم في كيفاش انترنت. في كيفاش انترنت اليوم ماناش باش نتعرضوا لاستيوس تخص بالضروره الانترنت. الاستيوس هذه تنجم تصلح لنا الكل في البيسيات بتاعنا. الكلافي فيرتويال، الكلافي فيرتويال اللي نجموا نتحصلوا عليها، نمشيوا للمنيو دو ديماري، من بعد نمشيوا للغوشيرش ونكتبوا او اس كا، نعملوا انتري ونتحصلوا على الكلافي فيرتويال بتاعنا قدامنا. تنجم تصلح لنا في اي حاجه. هذه فكرتنا ليكم اليوم في كيفاش انترنت. مرحبا بكم وتابعونا وتفكرونا. مرحبا بكم في كيفاش بونيس. في كيفاش بونيس اليوم باش نقترحوا عليكم لعبه جديده وتحدي جديد. التحدي هذا يستوجب منك كاس ماء وشويه أبان. به كاس الماء هذا كيف نحطوا فيه الابره تطيح للقاع بتاع الكاس. نعاودوا نجربوا مره اخرى ونلقاوها بنفس الطريقه تطيح للقاع بتاع الكاس. التحدي هو انك تخلي الابره تسبح وتطفو فوق المياه. عندكم 5 ثواني للتفكير كيفاش نجم تخليها تسبح فوق المياه. 1 2 3 4 5. ما لقيتوش الحل اليوم في كيفاش بونيس؟ عنا لكم الحل. الحل يتطلب منا قطعة صغيرة من البابي مشوار وسكينة صغيرة. ناخذ القطعة الصغيرة من البابي مشوار ونحطوها فوق الماء، ناخذ الإبرة ونحطوها فوق البابي مشوار بالطريقة هذه. نعاونوا شوية البابي مشوار باش يهبط ونلقاو الإبرة بتاعنا تطفو وتسبح فوق المياه. هذه كانت فكرتنا ولعبتنا وتحدينا بالنسبة لكيفاش بونيس اليوم. شهية طيبة وفي الأمان. ما تنساوش ليزاستيس بتاعنا الكل تلقاوهم على شان يوتيوب وإلا على الباج فيسبوك بتاعنا. جربوا وتفكرونا.